محطتنا التانية النهاردة بنزور فيها واحدة من المحافظات الغالية قوي على قلبي، محافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ من المحافظات الهادية، اللي هو ايه؟ عندهم زراعة، والناس عندهم صناعة، عندهم كمان صيد، عندهم بعض الأماكن الأثرية والتراثية، شعب مثقف، من أكتر المحافظات في التعليم محافظة كفر الشيخ، شباب زي الفل وزي الورد. لكن محافظة كفر الشيخ بتعاني على مدار السنوات اللي فاتت من الإهمال اللي خلاها المحافظة رقم واحد على مستوى الجمهورية في الأمراض والأوبئة، بل بتحتل ترتيب متقدم على مستوى العالم في انتشار بعض الأمراض المتوطنة زي فيروس سي والالتهاب الكبدي الوبائي، ده بسبب إهمال الحكومة على مدار 60-70 سنة فاتت. ومن النهاردة في شوطة كده شغالة في البلد كام سنة اللي فاتت، وهي ايه؟ ما تيجي نعمل لكم حاجة جميلة يا سيدي. انا عندي مشكلة في الصحة، بدل ما تبني لي مدرسة او بدل ما تبني لي مستشفى، انت رايح تبيض لي الميدان اللي قدام المستشفى. عندي مشكلة في المدرسة، ما عنديش مدرس يعلم عيالي، بدل ما تعين مدرس رايح تكتب لي على المدرسة من بره تحيا مصر والمشروع القومي للنهوض بالتعليم، طفرة في مجال التعليم على ايد مش عارف مين في عهد مش عارف مين. طب يا سيدي اهتم بالاصول وبعد كده تعال نفكر في فرعيات. محافظة كفر الشيخ عندهم ازمة في عدد المدارس، عندهم مشكلة كبيرة في الصرف الصحي، مشكلة في المية، عندهم خيبة شايلة خيبة جرة خيبة في مجال الصحة والمستشفيات اللي متحولة لخرابة، عندهم مشكلة في بعض المصارف اللي النهاردة بتحمل الموت والأمراض لأهالي كفر الشيخ. لكن محافظة كفر الشيخ مرة واحدة قالت لك هنصرف على تجميل وتطوير الميادين اللي موجودة في المحافظة، وخطة عاجلة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين بمدينة دسوق بكفر الشيخ، ثم تم تعميمها على عموم المحافظة. اللي هو ايه؟ خطة عاجلة. تحس كده ان الميادين دي لو ما اتطورتش النهاردة الناس هتموت من الجوع بكرة. لو ما جملتش الميادين وعملت فيها البتاع الخبور اللي بيحطوه في كل ميدان ده، الناس مش هتلاقي تتعلم بكرة. انا عندي مشكلة في الصحة، اروح اطور الميادين. عندي ازمة في التعليم، اروح اجمل الميادين. عندي مصيبة سودة في الصرف الصحي والمية، اروح اعمل خطة عاجلة لا يمكن تأخرها عشان أطور الميادين. ماشي يا سيدي، طور الميادين. وقال لك عندنا أربع ميادين رئيسيين في المحافظة، هم يعني في بؤرة اهتمام السادة المسؤولين في المحافظة. تطوير أربع ميادين، والسبب طبعا تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري بمحافظة كفر الشيخ. إيه بقى الأربع ميادين دولت؟ ميدان سيد قطب، ميدان سعد زغلول، الله عليك. الميدان الثاني ميدان ال47، كلهم في كفر الشيخ طبعا يا عم دياب. الميدان الثالث ميدان الانشاء والتعمير. الميدان الرابع ميدان سيدي قطب. ده طبعا مش شكل الميادين، ده الخطه التصويريه. تعالى لي كده يا عم دياب، ده التصور او التصميم اللي هيبقى عليه الميدان بعد ما يتم تجميله وتطويره، هيبقى بالشكل ده. امنت بيك يا رب. هتدفعوا قد ايه يا معالي الساده المسؤولين في البلد؟ قال لك والله مش هندفع كتير، هندفع حوالي 80 مليون جنيه لتطوير الاربع ميادين، بمعدل 20 مليون لكل صينيه من دي او كل ميدان من دول. ودول طبعا شويه فكه قدام الفلوس المهوله اللي بتصرفها الحكومه على الطرق والكباري والمحاور والدخلات والزنقات والطلعات والدورانات واللفات والحاجات اللي انتوا عارفينها. لدرجه ان المحافظ بذات نفسه سيادة اللواء جمال نور الدين ساب مكتبه المكيف في مدينة الدسوق ونزل بنفسه بجلالة قدره عشان يتابع تطوير الأربع ميادين. أهو تطوير أربع ميادين وإنشاء حديقة مركزية، محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجديدة بنفسه. ناس بتموت في قرى ونجوع كفر الشيخ بسبب الصرف الصحي اللي ملى أجسادها وبيوتها أمراض. معالي المحافظ ما راحش. الناس المدارس النهارده قاعدين على بعض في محافظه كفر الشيخ، المحافظ ما اتصلش.
المستشفيات في محافظة كفر الشيخ لا فيها دكاترة ولا صيادلة ولا ممرضين ولا عمال ولا سراير ولا وحدات غسيل كلوي ولا حتى عناية مركزة. المحافظ مهتمش، بس ميادين طرق كباري لا ما ينفعش، ده إنجاز الحكومة الوحيد. المهم يا سيدي ماشي، قوم وطوروا الميدان اللي هو ميدان الإنشاء والتعمير، أول ميدان تم الانتهاء منه بعد دفع 20 مليون جنيه، وده شكل الميدان. اه والله، لا ارجع لي الاول على الميدان قبل ما اعرض المخطط. ده شكل الميدان، ده كده شويه الطوب والزلط والبلاط المزايك وابو 2 جنيه ده، وحته الخرسانه اللي على شكل دايره دي، وكام والكام كوبايه اللي موجودين في النص دول، محافظه كفر الشيخ يا مؤمن صرفت عليهم 20 مليون جنيه خلال قد ايه؟ خلال 16 شهر منذ الاعلان عن هذا المشروع. المفروض الميدان ده اتعمل عشان تطوير الشكل الحضاري للمحافظه، وكمان اتعمل عشان يوسع الطريق. ارجع لي كده تاني يا ضياء على شكل الميدان. ايوه شايف الميدان عامل ايه في الطريق؟ شايف الطريق قد ايه على يمين وشمال هذا الميدان؟ طيب هو ده الرسم اللي اعلنت عنه المحافظه. وريني بقى الرسم اللي، ايوه شايف الرسم كان شكله جميل ازاي، لكن لما حطوا التاتش بتاعهم وبدات الشركه المنفذه تقريبا جايبين مقاول من تحت السلم مسك الرسمه قال يا عم ما هي فيها شويه دوائر وعمل لكم شويه دوائر، وتسلم المهندس فلان من المهندسه فلانه من السيد رئيس الحي الفلان من مش عارف ايه 20 مليون عشان خاطر البتاعه اللي حضراتكم شفتوها دي. البتاعه دي انا لا عارف اسميها ميدان ولا صينيه ولا عارف اسميها تشويه او اي حاجه. المهم عندنا 80 مليون جنيه لتطوير 4 ميادين في محافظة كفر الشيخ. على الرغم ده كده في قانون العقلاء تشويه. الراجل بتاع مدينة بيلة قبل كده قال مش هنتهاون مع المخالفين في تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة. تقريبا بيرمي كلام على سيد المحافظ سيادة اللواء جمال نور الدين. تيجي أقول لكم حاجة، محافظة كفر الشيخ فيها ميدان كان في يوم من الأيام بيعتبر الميدان رقم 2 على مستوى الجمهورية، لأن الميدان رقم 1 ميدان التحرير، واللي النهارده اتحول من ميدان تحرير لصينية التحرير وحطوا لنا فيها الخابور اللي حضراتكم عارفينه وشوية إضاءة وشوية مش عارف إيه، وقال لك 200 مليون جنيه تحت هذا البند. الميدان الثاني اللي موجود في محافظة كفر الشيخ اسمه الميدان الإبراهيمي. ميدان ده اللي هو كانت الناس بتسافر عشان تروح تقعد في الميدان الإبراهيمي، تشرب كوباية شاي، تاكل سندوتش فول في الميدان الإبراهيمي، لكن بسبب الإهمال والفساد وعدم تطوير الميدان تحول العشوائية والفوضى تضربان الميدان الإبراهيمي في كفر الشيخ بعجائلين، نشالين، بلطجية، بيبيعوا مخدرات، بيتحرشوا ويعكسوا اللي رايحة واللي جاية، زبالة، صرف صحي ضارب ومبهدل الميدان، الميدان رقم 2 على مستوى الجمهورية. اللي حصل في كفر الشيخ ده نموذج للي بيحصل النهارده في كل ميادين الجمهورية. اه والله ميادين الجمهورية تحس ان احدهم قرر يضرب مفك في المنظر الجمالي للميادين ويحولها كلها لحاجات مشوهة، مساخيط مشوهة، ويمكن ده اللي قاله عضو مجلس النواب في طلب إحاطة بسبب استمرار تشويه المدن. والطلب الإحاطة ده كان قبل أيام ضد التنمية المحلية ووزارة الثقافة. النائب أحمد بلال البرولوسي بيسأل وزارة التنمية المحلية، وزارة الثقافة، انتوا ايه اللي بتهببوه ده؟ ايه اللي بتعملوه في ميادين مصر؟ انت بتطور ولا بتبوظ؟ بتجمل ولا بتخرب وبتشوه؟ فطلعت على طول التنمية المحلية قالت لا أبدا احنا أبرياء. المتحدث باسم التنمية المحلية عن تشويه التماثيل في بعض الميادين حالات فردية يا جدع. اه والله اللي حصل اليومين اللي فاتوا في ميادين كفر الشيخ حالات فردية، اللي حصل في ميدان مطروح حالات فردية، اللي حصل في ميدان كليوباترا او صورة عروس تمثال عروس البحر او عروس النيل اللي كان موجود في العصاف موجود في برج العرب او في الهانوفيل في اسكندرية، دي حالات فردية. طيب على ذكر الحالات الفردية تعال بقى أعرض لحضرتك كده هذه الحالات الفردية
وبتعرف تعد لحد كام بالصور والفيديوهات تحت شعار التجديد والترميم، مسلسل تشويه التماثيل مستمر. حط لي كده التمثال اللي قدام حضراتكم ده، تمثال الخديوي اسماعيل، تمثال الخديوي اسماعيل قبل الترميم وبعد الترميم كان شكله كده، لكن لما قررنا نرممه ونطوره خلينا شكله كده. حط لي التمثال اللي بعده، ده كده تمثال الست مارلين مونرو، ده التمثال الحقيقي، وده لما احنا قررنا نعمل واحد زيه في مدخل دار الاوبرا المصريه كان بالشكل اللي يعني انا اسف يعني اللي حضراتكم شايفينه ده. وده طبعا تمثال محمد عبد الوهاب، تعرفش حد قرر يعمل اسفين في محمد عبد الوهاب او بينه وبين محمد عبد الوهاب مشكله، حوله لهذا المسخوط بعد ما كان شكله حضاري وحاجه في منتهى الجمال. احمد عرابي ايضا، ده تمثال احمد عرابي اللي تحت ده النسخه الاصليه، اللي فوق بعد ما جابوا مبيض محاره ودور فيه تبييض اداله لون اخضر ووش دوكو وخلى الحصان لونه ابيض، لا يمت للحضاره ولا الثقافه ولا الفن ولا التطوير ولا الناس اللي بتفهم يعني باي حاجه. وده ايضا تمثال الست ام كلثوم، يا عيني كانت بوقارها واحترامها مره واحده لبسوها اللون الفسفور المسخسخ اللي على يمين الشاشه ده. ده تمثال مين يا اخوانا؟ ده تمثال مصطفى كامل، ايضا مصطفى كامل صح؟ ده تمثال السيد مصطفى كامل الزعيم مصطفى كامل، برضو جم يطوروه بهدلوها ببوب الشكل ده. بسرعه بقى تمثال احمد زويل، ده ميدان احمد زويل، وده تمثال احمد زويل بعد التطوير. يوسف شاهين وسيد درويش هذا ده كده يوسف شاهين ابو نضاره، واللي جنبه ده سيد درويش، ودي احد التماثيل او بعض التماثيل اللي موجوده في الميادين المصريه. التمثال اللي بعد كده تمثال السيسي ومصر، تعرفش هم ليه مصرين ان مصر واحده واي حد بيتحرش بيها مثلا او اي حد، ده السيسي ودي مصر، تعرفش ازاي يعني، ما علينا. تمثال عروس البحر، حط لي كده تمثال عروسة البحر، وده تمثال عروسة البحر المزيف بعد ما هده بتاع الهانوفيل، الهانوفيل. تمثال نفرتيتي ايضا دي هي نفرتيتي بس زي ما بيقولوا الشباب كانت مرهقه شويه يعني، التمثال ده تقريبا في مدخل محافظه المنيا. اخيرا تمثال ام البطل البتاع اللي حضراتكم شايفينه ده، والبطل بيغتصب واحده، حاجه كده يعني في اللا معقول ولا منطقي ولا متخيل ما يحدث في تماثيل مصر. احنا بلد عندها حضاره، حضاره 7000 سنه، عندنا تلت اثار العالم، عندنا لحد النهارده منحوتات بيقف العالم قدامها على طراطيف صوابعه. طراطيف صوابعه ايه؟ دول بيقفوا على شعرهم عشان يفهموا المصري القديم نحت هذه المنحوتات ازاي. اقوم النهارده اجيب لهم هذه المساخيط ووزعها على ميادين مصر والاسم بطور بعدل بعمل مشاريع وانجازات. انا تقريبا عندي مشكله، او مش انا يعني، الساده المسؤولين في البلد عندهم كذا مشكله بنعد مع بعض. المشكله الاولانيه كلهم ساقطين في الحساب، المشكله الثانيه عندهم ازمه في تعريف كلمه انجاز وكلمه طفره وكلمه مشروع. تقريبا المشكله الثالثه هم مش فاهمين الفرق ما بين التطوير والتخريب، التجميل والتشويه. لو فتحنا دروس محو اميه للسادة المسؤولين في البلد ممكن نحل نص مشاكل البلد من خلال هذه الفصول.